أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. للعام الخامس على التوالي يخضع طلاب الثانوية العامة للاختبارات في ظل الحرب. الكثير من العوائق واجهت العملية التعليمية خصوصا في المناطق التي تقع على خطوط الاشتباكات، وينزح منها الطلاب بعيدا عن مدارسهم، وتأتي الاختبارات ككل عام منذ بداية الحرب في ظل ظروف صعبة تواجهها السلطات التعليمية والجهات ذات العلاقة من أجل تهيئة أجواء ملائمة للطلاب. عن اختبارات الثانوية العامة في أنحاء الجمهورية، ما أبرز الصعوبات التي يواجهها الطلاب والجهات المعنية في إدارة سير الاختبارات؟ وكيف تم التعامل مع الطلاب النازحين عن مدارسهم بسبب الحرب؟ وهل تهيأت الأجواء الملائمة للطلاب من أجل خوض الاختبارات؟ وماذا عن إجراءات منع عمليات الغش المحتملة أو تسريب الامتحانات كما حدث في السابق وتأمين اللجان الامتحانية؟ في المحور الثاني لهذه الحلقة سنناقش قضية إهمال الحكومة تأهيل وتأمين طرقات السفر ابتداء من طريق هيجة العبد، الشريان الوحيد الرابط ما بين مدينة تعز ومدينة عدن، والتي يضطر مئات المسافرين يوميا إلى عبورها بصعوبة، خصوصا بعد تضررها جراء السيول في موسم الأمطار، وانتهاء بطريق العبر الذي يودي بحياة الكثير من المسافرين بشكل شبه يومي بسبب الحفر المنتشرة على امتداد الطريق والخطر الذي يواجهونه بسبب تقطعات العصابات وما دور الجهات الأمنية. ولكن مشاهدينا الكرام، قبل استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم في موضوعي الحلقة أو محوري الحلقة لهذه الليلة، نتابع التقرير الذي أعده الزميل عمر النهمي عن محور الحلقة الأولى. وسط استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي واستمرار عملية نزوح الطلاب بعيدا عن مدارسهم، دشنت امتحانات الشهادة الأساسية والثانوية العامة للعام 2018-2019 معظمها في المحافظات المحررة. 370 ألف طالب وطالبة بدأوا الامتحانات في عموم الجمهورية، حيث توزع الطلاب حسب رئيس اللجنة العليا للاختبارات صالح الصوفي بعدد 90 ألف طالب وطالبة في 13 محافظة محررة تم توزيعهم على 750 مركزاً. وبحسب مصادر تربوية في صنعاء، فإن عدد الطلاب الذين يخضعون للاختبارات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بلغ أكثر من 270 ألف طالب وطالبة موزعين على 2223 مركزاً امتحانياً. في مأرب المحافظة التي تضم أكبر عدد من النازحين، أكد مدير مكتب التربية علي العباب أن عدد المتقدمين بلغ 3420 طالباً وطالبة، حيث قام مكتب التربية في المحافظة بدمج المراكز الامتحانية المخصصة للنازحين مع المراكز العامة لتكون أول المحافظات التي تقدم على مثل هذه الخطوة لتسهيل العملية الاختبارية لطلاب النازحين، بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات لمراقبة العملية الامتحانية ومتابعتها في جميع المراكز. وتجرى اختبارات الثانوية هذا العام تحت ظروف أكثر جاهزية من سابقيه، من حيث تأمين قاعة الامتحانات أمنياً وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات. خمسة أعوام من الحرب رافقها تدهور في العملية التعليمية، وتأثرت خلالها العملية الامتحانية في عموم محافظات الجمهورية، إلا أن هذه العملية تحاول استعادة عافيتها عاماً بعد آخر. إذن مشاهدينا الكرام، أول اتصال معنا في المحور الأول من حلقة اليوم عبد الواسع شداد، وهو مدير مكتب التربية والتعليم في تعز. مرحبا بك أستاذ عبد الواسع. مرحبا بكم وبجميع المستمعين والمشاهدين لقناتكم المفضلة، وشكرا لمتابعتكم واهتمامكم بهذه القضية. أهلا بك سيد عبد الواسع. إذا بداية حدثنا سيد عبد الواسع عن الصعوبات وأبرز العراقيل التي واجهتكم هذه السنة للتحضير لامتحانات. العراقيل كانت فيما قبل التحضير للامتحانات، ويعني من أبرزها نزوح كثير من المعلمين عن أماكن أعمالهم في المدارس، وأيضا النقص الحاد في الكتاب المدرسي. كانت هذه العوائق قبل التحضيرات. أما بالنسبة لما
يتعلق بالتحضيرات للعملية الاختبارية فقد تمت من وقت مبكر، وانعكس هذا تماما على كيفية أداء الاختبارات الآن أثناء العملية الاختبارية. كان واضحا أن هذه الإجراءات التي سبقت العملية الاختبارية أدت إلى نتائج جيدة وممتازة، ويشعر الجميع بالارتياح سواء الطالب أو الملاحظ أو الإنسان العادي في الشارع يشعر بأن هناك نقلة نوعية في اختبارات الثانوية العامة، وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن بشكل عام ومحافظة تعز بشكل خاص. نعم أستاذ عبد الواسع، تحدثت أن من ضمن العراقيل كانت الطلاب النازحين والتي أشرت إلى أنهم هذا العام بأعداد كبيرة، كيف تمثل هذه مشكلة وكيف تعاملتم معها؟ طلاب النازحين تم استقبالهم بكل أريحية، سواء أولئك الطلاب الذين نزحوا من محافظات أخرى غير محررة ووصلوا إلينا وهم يحملون أرقام جلوس صدرت عن الجهات الأخرى، تم استقبالهم وإعطائهم استنارة خاصة بالنازحين واستقبالهم في إطار المراكز الاختبارية وخصوصا في الأرياف. وأما من كانوا في المدينة فخصصت لهم مدرسة خاصة بالبنين ومدرسة خاصة بالبنات، ويتم استقبالهم أسوة بزملائهم الطلاب ويؤدون اختباراتهم بكل أريحية. هناك أيضا نوع آخر من النازحين، وهو النازحين من المديريات الغير محررة في محافظة تعز، أيضا تم استقبالهم وإعطائهم هذه السنارة الخاصة بالنازحين داخليا داخل المحافظة، وأيضا تم استقبالهم في المراكز الاختبارية ويؤدون اختباراتهم بكل سلاسة وبكل يسر، ولم يلاقوا أي عتعتة أو تعنت في إجراءات قبولهم داخل المراكز الاختبارية. نعم، ماذا عن عملية الغش حيث كثر الحديث سيد عبد الواسع في مواقع التواصل الاجتماعي والصور التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة لعمليات غش مهولة وغير معقولة في كافة محافظات الجمهورية وليس مقتصر الأمر على محافظة دون أخرى، كيف تعاملتم مع الموضوع هذه السنة؟ هذا العام الاختبارات اعتقد في تعز بالذات وفي كثير من المحافظات المحررة كان لها مذاق ومرأة آخر غير السنوات التي شهدتها محافظة تعز مثلا على مر أكثر من 10 سنوات، لكن في هذا العام جميع من يهمهم العملية التعليمية والتربوية ابتداء من قيادة السلطة المحلية الممثلة بالأخ محافظ المحافظة ووكلاء المحافظة ومدراء المديريات ومدراء التربية في المديريات، وانتهاء برؤساء المراكز الاختبارية والملاحظين تم الالتقاء بهم قبل الاختبارات بفترة من فترة مبكرة، وتم طرح الموضوع لهم، وأيضا تم توجيه مذكرة رسمية لمكتب الأوقاف لتعميم خطبة جمعة ما قبل الاختبارات كلها متعلقة حول قضية الغش، وأيضا تم تشكيل حملة أمنية سواء داخل المدينة في داخل المراكز أو حملة متحركة مرافقة لأي لتوءات أو أي إشكالات تحدث محاولة تقديم الغش للطالب. أبرز نتيجة من هذه النتائج أنه خلال الثلاث الأيام الأولى فقط من الاختبارات، يعني إلى الآن إلى يوم أمس، تم ضبط 48 حالة انتحال شخصية للطلاب بدلا عن طلاب، واعتقد هذه العملية كانت تتم في الماضي الا ان اكتشافها يعني لم يكن هناك اهتمام باكتشافها او كان هناك صعوبة في اكتشافها، ولكن خلال هذه الثلاث الايام يعني يتم اكتشاف مثل هذه الحالات، اعتقد خطوة متقدمة. وايضا تلك المظاهر التي كانت ترى إلى وقت قريب من العام الماضي أمام المراكز الاختبارية لأولياء أمور ولمواطنين ولطلاب يحاولوا مساعدة زملائهم الذين في الداخل، هذا العام تكاد تكون إن لم نقل منتهية فهي يعني أكثر من 90% تلك المظاهر لم تشاهد سواء في المدينة أو في الريف. أعتقد أن هذه خطوات جادة من المحافظة بشكل عام، لا يعني ليس من مكتب التربية فقط، وإنما هناك توجه قوي من قيادة السلطة المحلية وقيادة المديريات
والجهات الأمنية والتوجيه والإرشاد، الجميع صبت جهودهم حول مكافحة عملية الغش وأدت إلى نتائج جيدة، وإن شاء الله سيكون ثمارها في المستقبل أكثر نجاح وأكثر استقرار. نعم، تحدثت أستاذ عبد الواسع عن الحالات التي تم ضبطها من انتحال شخصية، كيف تصرفتم مع هذه الحالات وما مصير الطلاب هؤلاء الذين تم انتحال شخصياتهم؟ نريد أستاذ عبد الواسع أن نعمل توعية بهذا الخصوص، يعني رسالة توجهها للأهالي وللطلاب. أنا وجهت رسالة في اليوم الأول، وبعد أن تم اكتشاف الحالات في اليوم الأول 8 حالات، وجهت رسالة إلى الجميع سواء أولياء أمور أو طلاب أو تربويين أو جهات أمنية بأن هذا مؤشر خطير يجب أن يتم التعامل معه بكل حجم وبكل قوة. بالنسبة للطالب الذي اكتشف أن هناك طالب آخر يقوم بالامتحان بدلا عنه، أول عملية تتم هو إلقاء القبض على هذا الشخص المنتحل وتسليمه للجهات المختصة لبقائه للمساءلة ومعرفة ما هي الأسباب والدوافع التي قام يعني من أجلها قام بهذه القضية. الأمر الثاني، محضر بإلغاء جميع المواد للطالب الذي تم انتحال الشخصية باسمه، وحتى وإن جاء بنفسه في الأيام الباقية سيكون قد تم إلغاء جميع مواد اختباره لهذا العام، وسينظر في أمره في العام القادم. في اليوم الثاني واليوم الثالث بدأت القضية يعني تظهر بشكل أكبر، تم إبلاغ جميع المديريات والمراكز الاختبارية بالتعامل بحزم مع الشخص المنتحل أيضا، ليس المنتحل له فقط وإنما مع الشخص المنتحل، وهناك 3 حالات لا تزال حتى الآن في الجهات المسلمة لدى الجهات الأمنية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في لائحة الاختبارات العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم. نعم، إذن الأستاذ عبد الواسع شداد مدير مكتب التربية والتعليم في تعز، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا من مأرب الأستاذ علي العباب مدير مكتب التربية والتعليم في مأرب، مرحبا بك سيد علي. حياكم الله. أهلا بك سيد علي، حدثنا عن عملية تهيئة الامتحانات في مأرب وعن أجواء سير الامتحانات وعن أبرز الصعوبات التي واجهتموها هذا العام. طبعا أختي العزيزة، هو العام الحالي هو يختلف عن الأعوام السابقة في أن الأجواء كانت مهيئة بالنسبة للطلاب محافظة مأرب. نعم. من خلال الاستعداد الكامل للعام الماضي، من خلال توزيع الكتاب المدرسي بشكل كامل وتوفير العقود المناسبة لتغطية العجز في الميدان، وبالتالي تقدم أبنائنا الطلاب إلى الامتحانات بنفسية عالية والأجواء طيبة في محافظة مأرب بالنسبة للامتحانات، ولا يوجد أي اختلالات أمنية، إنما هناك بعض الحالات البسيطة كانتحال شخصية بدلا عن بعض الطلاب المتغيبين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال تلك الحالات. نعم سيد علي، من المعروف أن مأرب الآن باتت من أكبر المحافظات احتواء للنازحين من كافة مناطق الجمهورية، كيف تعاملتم مع الطلاب النازحين هذا العام؟ طبعا استقبلنا أبنائنا الطلاب هذا العام والعام السابق أيضا بصدر رحب كما هي حال المحافظة لبقية النازحين في باقي المجالات، وكان نصيب التربية والتعليم الدور الأكبر في أن هناك عدد كبير من أبنائنا النازحين توجه أبنائنا إلى كافة المراكز الامتحانية بخلاف العام الماضي الذي كان للنازحين مركزين خاصين بهم. هذا العام تم دمج أبنائنا النازحين في كافة مديريات المحافظة وفي كافة المراكز الاختبارية سواء مع أبنائنا طلاب من محافظة مأرب، وتم اكتمال نتائجهم الدراسية في وقت مبكر حتى لا تتعثر النتائج خلال إعلان النتائج عبر الكنترول العام، وبالتالي أبنائنا النازحين هم يتساوون مع أبناء المحافظة. الضغط كبير على المحافظة، ولكن هناك جهود كبيرة تبذل من الأخ محافظ المحافظة ومن معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الغنس، والأمور طيبة في محافظة مأرب. هناك بعض القصور في بعض الأمور سواء في المبنى المدرسي أو في الكادر التعليمي سيتم تلافيها في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.
نعم أستاذ علي، شهدت السنوات الماضية تسريب للامتحانات في عدد من المناطق، كيف تلافيتم الموضوع هذا العام؟ نعم أختي العزيزة، ممكن تعيد السؤال؟ قلت لك يا أستاذ علي أنه شهدت السنوات الماضية تسريب لامتحانات الثانوية العامة في عدد من المناطق، أنتم في مأرب، كيف تعاملتم مع هذا الأمر؟ طبعا لم يحصل تسريب في محافظة مأرب، ولله الحمد سواء في العام الماضي أو في العام الحالي هناك ملاحظة شديدة ومتابعة من قبل غرفة عمليات في مكتب التربية والتعليم لكافة المراكز الاختبارية. هناك لجنة ضبط وتحكم تتحكم في تشهير الامتحانات، وهناك تزمين لانطلاق الأسئلة من مكتب التربية والتعليم بناء على بعد المديريات وقربها من مكتب التربية والتعليم، وبالتالي نحن حريصين على متابعة رؤساء المراكز الاختبارية. وتم اختيار رؤساء المراكز بعناية دقيقة من قبل اللجنة الفرعية للمحافظة، بحيث أننا اخترنا المعلمين ذوي الكفاءة العالية سواء من ناحية أخلاقية وأمنية وأيضا قدرات إدارية وفنية في المراكز التعليمية، وبالتالي لم نجد حالة تسرب في المحافظة. كان هناك تسرب في بعض المحافظات الأخرى، ولكن حرصا من وزارة التربية والتعليم كانت هناك نماذج متعددة، وبالتالي كان نموذج مأرب يختلف عن المحافظات التي تم التسريب فيها، وكانت الامور تمشي بشكل طيب. في هذا العام كما ذكرت لك اختي العزيزه ولمشاهديكم الامور تمشي بشكل جيد في كافه المراكز الاختباريه. تم ضبط بعض حالات الامتحان وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه من خلال رفع تقارير الى اللجنه العليا للاختبارات في وزاره التربيه والتعليم، وتم اصدار قرار بفصل او بحرمان الطلاب من كافه المواد الاختباريه لهذا العام. وهذا يعتبر درس وموعظه لابناء الطلاب في باقي المراكز التعليميه او اقصد المراكز الاختباريه للانتباه والمحافظه على سلامه المراكز الاختباريه من التلمهري ومن الغش وما شابه ذلك. نعم اذا الاستاذ علي العباب مدير مكتب التربيه والتعليم في مأرب، اشكرك جزيل الشكر انك كنت معي في هذه الحلقه. اذا مشاهدينا الكرام نذهب الان لاستطلاع بعض الاراء حول الموضوع التي وصلتنا عبر الواتساب. لوحظ على الامتحانات هذا العام أنها أفضل من الأعوام السابقة من حيث الهدوء وعدم وجود الأفراد حول المدارس، هناك لجان أمنية حول المدارس. من المشكلات التي تواجه عملية الامتحانات، واحد أولا تفلت المدرسين عن ممارسة الملاحظة، ما يحضروش يلاحظوا، يعني المراكز الامتحانية تلقط الملاحظين تلقيط، يعني الشيء العائق الذي يمنعهم هو الجانب المالي، حيث أنه الجانب المالي ما يكفيش حتى حق المواصلات بالنسبة للملاحظ، كذلك رؤساء اللجان الجانب المالي أيضا بالنسبة لهم قليل وشحيح. اليوم الثالث على التوالي تجري عملية الاختبارات في محافظة تعز في جميع المراكز الاختبارية، ووسط جو هادئ وآمن نتيجة للإجراءات التي قمنا بها من وقت مبكر فيما يتعلق بتأمين المراكز الاختبارية سواء داخل المركز أو في المناطق المحيطة للمركز. تمت السيطرة تماما على هذه القضية. هناك كثير من الحالات التي بدأنا باكتشافها من وقت مبكر، من أول يوم تم اكتشاف 8 حالات انتحار شخصية، وفي اليوم الثاني 17 حالة، وكنا نطلق هذه الحالات ونقوم ونكتفي بعمل محضر بإلغاء اختبارات جميع المواد لهذا الطالب. اليوم اتخذنا قرار آخر بأنه أي طالب يكتشف وهو يقوم بانتحال شخصية طالب آخر يتم الذهاب به إلى الجهات الأمنية تمهيدا لنقله إلى النيابة لتطبيق لائحة الاختبارات الموجودة سواء على الطالب نفسه أو على الطالب المنتحل أو على من يخل بعملية الاختبارات ولو كان من أبناء القطاع التربوي نفسه. الحمد لله رب العالمين، سارت الامتحانات أو الاختبارات في محافظة تعز سيرا حسنا خلال الثلاثة الأيام الماضية. نحن في محافظة تعز أتممنا كافة الاستعدادات والتدريب أو الترتيبات مبكرا لبدء هذه العملية. أجرينا الاختبارات في أكثر من 145 مركزا اختباريا في 17 مديرية اختبارية. عدد المدارس الملتحقة في هذه المراكز 344 مدرسة،
إجمالي طلاب المحافظة 25,000 طالب وطالبة. كانت الاستعدادات لدينا مبكرة مثل ما قلت، وأجريناها الاختبارات ونفذناها والحمد لله صارت سيرا طبيعيا. كانت هناك بعض المشاكل التي قد تواجهنا، منها مشكلة الطلاب النازحين من المحافظات الأخرى. استطعنا أن نحل مشكلة النازحين، وذلك بعملية استيعابهم وفق استمارات مخصصة لعملية النازحين. تم توزيعهم على المراكز الاختبارية المخصصة للنازحين، خصصنا مركزين اختباريين هنا في المدينة، مركز في مدرسة 26 سبتمبر والمركز للذكور والمركز الآخر في مدرسة. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه بعض التصريحات والآراء التي وصلتنا من محافظة تعز من بعض المدرسين والتربويين. عن نفس الموضوع طرحنا سؤالا على صفحة الفيسبوك، نستعرض لكم بعض من تعليقات الجمهور حول هذا الموضوع. ومن هذه التعليقات تعليق لمحمد يقول: بالنسبة للمكان الذي أقطن فيه في مأرب، نشعر أن هناك ضوابط وحرص كافي لعدم افتعال أي فوضى أو ضجة تقلق سكينة الطلاب داخل المراكز الامتحانية. تعليق آخر للمرواني مروان يقول: ومن المؤسف جدا أن عملية الغش تتم بإشراف الكوادر التربوية بالمؤسسات التعليمية. القضية الآن قضية قيم تشوه ومبادئ تداس وأخلاقيات تفسد. تعليق آخر لأسامة عبد الله يقول: التعليم في بلادنا يلفظ أنفاسه الأخيرة إن لم يكن مات أصلا. تعليق متشائم من أسامة ولكنه صحيح للأسف. تعليق آخر: التعليق الأخير لعفيف يقول: الغش هو أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتدمير اليمن. في ظل الظروف الصعبة وغياب الدولة ومؤسساتها، تتراكم مشاكلها إلى الأسوأ مما يتاح لأبنائها بالتوحش والتصرفات اللا أخلاقية، حتى وصل الحال إلى الآباء ممن يشجع ابنته أو ابنه على ممارسة الغش بأي وسيلة كانت، ومرافقته إلى المدرسة إلى درجة أن الآباء يعني بحثوا عن مشاكل ومشاجرة مع لجنة المراقبة وتهديدهم بالسلاح الأبيض والناري، مما تضطر لجنة المراقبة بالصمت حفاظا على سلامتهم. إذن عفيف تكلم عن واقع للأسف حدث خلال هذه السنوات الأخيرة وبتزايد نتيجة تدهور الوضع. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نختم المحور الأول وننتقل إلى المحور الثاني لهذه الحلقة، والذي سنناقش فيه إهمال الحكومة تأهيل وتأمين طرقات السفر سواء الداخلية أو الدولية. لماذا لم يتم تأهيل هذه الطرقات، خصوصا طريق العبر المنفذ الوحيد الرابط بين اليمن والسعودية رغم المناشدات الكثيرة التي أطلقها المواطنون، وطريق هيجة العبد الذي تحول إلى الشريان الوحيد الرابط بين مدينة عدن وتعز بعد أن أغلقت كل المنافذ الرابطة بين هاتين المدينتين بسبب الحصار. إذن مشاهدينا الكرام، في هذا المحور معنا أول اتصال من معنا محمد المقدم من السعودية. مرحبا بك محمد، مساء الخير. مساء النور، حياكم الله جميعا. محمد، بما أنك عايش في السعودية لابد أنك تواجه صعوبة بالعودة إلى اليمن والصعوبات والمخاطر التي تواجهونها خلال عودتكم إلى اليمن. هل حدث وأن سافرت عبر أحد الطرق المتضررة كطريق العبد أو غيرها؟ صف لنا إن كان حدث لك موقف كهذا. والله يا أستاذة، للأسف نحن مغتربين من 5 سنوات ودخلنا من طريق العبر من 5 سنوات، والطريق بحالة سيئة جدا ويوجد فيها الحفر والتكسير، وهذا كان قبل 5 سنوات. والآن نحن مغتربين هنا في المهجر، نتوق إلى العودة إلى بلادنا وإلى أهلنا، ولكن إننا نشاهد
في السنوات الأخيرة طريق العبر زادت بالحفر وزاد التكسير في الطريق ولا يوجد لها أي صيانة، ونسمع من زملائنا المغتربين من تقلبوا بهذا الطريق وفقدوا عوائلهم وفقدوا أبنائهم، أسر بالكامل أطفال ونساء، ومغترب يغترب 4 سنوات 5 سنوات ليعود إلى أهله وإلى أسرته وإلى أولاده ويكون الموت ينتظره بطريق العبر. فيعني هذا يسبب أسى عميق للم شمل الأسر وللمغتربين العائدين إلى بلادهم، والحكومة لا تقدم أي مناشدات دائمة من جميع المواطنين، من جميع المسافرين. وللأسف أصبح طريق العبر هو الأداة الثالثة بعد الحرب على الحوثي والميليشيات، وطريق أصبح طريق العبر الجبهة الثالثة التي تستنزف اليمنيين، مئات الأسر، آلاف الشهداء. هذه ببساطة. الآن صرنا خايفين من أين نسلك؟ من أين نعود إلى وطننا إذا كان الناس يتقطعون لهم يوميا أو يموتون في طريق العبر؟ نعم محمد، ما رأيك بالذي يقول أن المسافرين يتحملون جزء من المسؤولية بسبب الحمولات الزائدة، السرعة الزائدة، ما رأيك بهذا الموضوع؟ يا عزيزتي هذا كلام مرسل، كأن الحكومة تتمتع في المناشدات. إذا كان نائب رئيس الجمهورية قام بافتتاح عام 2017 إعادة تأهيل طريق العبر عام 2017، فأين هذا التأهيل؟ إذا كان المنفذ الوديعة يدخل مليارات الريالات، أليس قادر هذا المعبر ولا إرادة هذا المعبر سواء رسمية أو غير رسمية بإعادة تأهيل طريق العبر وطريق هيئة العبد المقطوع الذي 6 مليون مواطن داخل تعز لم يعد تأهيله، الذي يقول أن المغتربين هم السبب؟ إذا كان يتم التقطع أحيانا للمسافرين وإشارة سلاح عليهم وسلبهم بالقوة، وآخر شيء القابري المواطن أبو الحسام القابري الذي قدم البلاغ الذي تقطع له العصابات الإجرامية، تقطعوا ورفعوا السلاح وسلبوهم مالهم سعودي ويمني وأصبحوا لن يملكون شيء وفزعوا الأطفال. هذا كلام مرسل، يعني من الذي يودي بنفسه إلى الموت؟ صحيح. كيف أنا سأسافر وأحمل زائد وأموت؟ يعني كل هؤلاء الذين ماتوا محملين زائد، يعني هذا كلام مرسل وهذا كلام للتهرب من الحقيقة. الحقيقة إنه غير مفهوم لماذا لم يتم صيانة طريق لا تزيد عن 120 كيلو بإرادة مليارات بإرادة الوديعين تذهب. نعم. سواء الذي بسندات أو بغير سندات، هذا كلام مرسل وهذا كلام غير صحيح. إن المغتربين يتحملون، يبقى أن يحمل المغتربين، لماذا لا يموتون؟ هذا كلام غير صحيح وغير منطقي. نعم تتحدث بحرقة محمد، ولديك كل الحق محمد المقدم، كنت معنا من السعودية. والله شكرا. والله إننا نطوق للعودة إلى بلادنا، والله نطوق للعودة محمد. إلى بلادنا، نشاهد المواطنين الذين ماتوا من الذين كانوا يشتغلوا بجانبنا في الشركات الأخرى، ماتوا مع عوائلهم في طريق العبد، لا يوجد نعم محمد لهم، كيف المواطنين يتحملون المسؤولية؟ نعم محمد. ونشهد المغتربين أنهم يمشوا يأخذون الحذر في الطريق، وأن يمشون في جماعات، نناشد المغتربين أن يمشون في جماعات وأن يمشون في النهار، وهذه لكن هم ليس السبب، السبب الحكومة الذي متعمد عدم إطلاق نعم. إذا كانوا لم يستطيعون إصلاح طريق 120 كيلو، كيف سيصلحون البلد؟ كيف سيستعيدون البلاد؟ للأسف. نعم محمد المقدم كنت معنا من السعودية، شكرا جزيلا لك، أشكرك على مشاركتك وتفاعلك معنا في هذه الحلقة. اتصال آخر من معاذ المقطري من تعز، مرحبا بك معاذ. أهلا وسهلا معاذ، هل حدث وسافرت في أحد هذه الطرق المتضررة؟ نعم، نحن نمر عبر هيئة العبد إلى عدن. صف لنا خلال سفرك، ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتها؟ ما الذي حدث لك؟ الحقيقة مرة ومؤلمة. هناك إهمال كبير من قبل الحكومة لمعالجة هذه الطريق، الآن أصبحت مقطوعة ولا نستطيع الوصول إلى عدن إلا عبر طريق أخرى، طريق الصحراء، ليست مؤهلة. ولا توجد حلول جذرية لهذه الطريق.
وفي لدى الحكومة أو محافظة المحافظة جهود، لكن ليست جهود بحجم الكارثة التي هي موجودة الآن. الآن الخط مقطوع، خط هيئة العبد يمر عبر الصحاء، وهي طريق لا تناسب السيارات. نعم نعم. معد، برأيك من يتحمل المسؤولية، وهل فعلا السلطات غير قادرة على إصلاح هذه الأمور وليس لديها الإمكانيات كما تقول؟ نتحمل مسؤولية طبعا رئاسة الوزراء ومحافظ المحافظة، كونهم المسؤولين المباشرين في المسؤولين المباشرين أمام الشعب، يتحملون مسؤوليتهم أمام الله وأمام الناس. نعم. الحكومة قادرة على إصلاح مثل هكذا طرقات، وليست ليست بالمكلفة. الآن يحدث إصلاح في هيئة العبد، لكن أتى في موسم أمطار، والموسم الأمطار لا يستطيع إصلاحها بشكل إلا إذا كان في جهود متواصلة ليلا ونهارا وجهود جبارة. نعم. إذن معاذ المقطري كان في خطأ هناك في نعم. شكرا جزيلا لك معاذ. نعم شكرا جزيلا لك معاذ على مشاركتك معنا في هذه الحلقة، أشكرك معاذ. الآن معنا اتصال آخر من أبو الحسام أحمد الجابري من صنعاء. أبو حسام تعرض لحادثة تقطع، مرحبا بك أبو حسام. أبو الحسام هل أنت معنا؟ إن شاء الله. على طول معكم. أبو حسام هل تسمعني؟ إذن إلى أن يجهز الاتصال مع أبو الحسام نذهب لمتابعة الآراء التي وصلتنا عن طريق الواتساب بخصوص هذا المحور. الجبلية الوعرة التي تفصل ما بين مدينة التربة ومدينة عدن، وهي أيضا الطريقة الوحيدة المتاحة حاليا ما بين مدينة تعز ومدينة عدن. هذه الطريقة الوعرة لا تستطيع سيارات العبور من خلالها. هذه الطريقة الجبلية تعاني من انقطاع السير لساعات متواصلة وأحيانا لأيام ممتدة بسبب عدم الرصف وعدم الخدمات الصيانة وانعدام الاهتمام من قبل وزارة الأشغال والجهات الحكومية التي يجب أن ترعى هذه الطريق، كونها شريان الحياة الوحيد لمدينة تعز حاليا. البضائع متكدسة هناك، الشاحنات لا تستطيع العبور، والسيارات الصغيرة أيضا لا تستطيع العبور، وخصوصا في أيام الأمطار. هذه الطريق يجب على الحكومة إيلاء اهتمامها بها، خاصة ونحن في حكومة يرأسها وزير الأشغال السابق الدكتور معين. لذلك نتمنى اهتمام الحكومة واهتمام وزارة الأشغال بهذه الطريق، كونها المنفذ الوحيد لمدينة تعز. هيئة العبد هذا الطريق الشريان الوحيد لمدينة تعز، الذي يربط ما بين مدينة تعز ومدينة عدن، وهو الطريق الوحيد الذي تتدفق إليه كل ما تتطلبه تعز من مواد بترولية ومواد أخرى. والآن هذا الطريق تم يعني العمل فيه، لكن تعثر فيه العمل ووقف فيه الاستمرار في إنجاز العمل، حيث تم تحويل الطريق إلى طريق آخر وهو طريق الصحة. لكن الآن العرقلة كبيرة جدا في الطريق وفي السائلة، ويحتاج إلى جهد كبير جدا. عندما يعني يحتاج الإنسان إلى السفر يتعثر في هذا الطريق وفي النقيل يعني عدة ساعات، وهناك أسر وأطفال يعني ينتظرون ليعني عدة ساعات. يأتي الحصار الحوثي لمحافظة تعز من ثلاث اتجاهات، حصار خانق ومؤلم، والذي خفف معاناتها من هذا الحصار الظالم الذي فرضته الميليشيات الحوثية منذ ما يقارب الخمس سنوات هو أن توفر الطريق البديل، توفر الطريق البديل المتمثل بهيئة العبد، كونه الشريان الوحيد الذي يربط محافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن ومنها بباقي المحافظات، لكون هذه الخطوط الأخرى مقطوعة لسبب أو لآخر، والتي ليست مقطوعة يضع أمام المواطنين العراقيل والقيود التي تقيد تحركاتهم بحرية. ومسألة الأخبار يعني النية التي أبداها الأخ مقاول
الطريق بقطع نقل هيئة العبد خلال لمدة شهر وعشر أيام هي باستكمال الإصلاحات التي. إذن مشاهدينا الكرام يعود إلينا أبو الحسام أحمد الجابري الذي يشاركنا من صنعاء. مرحبا بك أبو الحسام، هل تسمعني هذه المرة؟ أهلا وسهلا، يا مرحبا. أهلا بك أبو الحسام، أنت شاركت في مواقع التواصل الاجتماعي قصتك، تحدثت عن تعرضك لتقطع أثناء السفر، حدثنا أبو الحسام عن القصة، حدثنا ما الذي حدث معك؟ أولا أشكر قناة القيس على تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام الذي أقلق الكثير من المسافرين وخصوصا المغتربين. نعم. فريق العبد أصبح معاناة مع ضحية الكثير من المسافرين. إما على أيدي قطاع الطرق أو الحفر الموجودة في الخط. المغترب اليمني أصبح بين نارين، إما أن يكون منهوب أو مقلوب في سيارة. طبعا نحن من ضحايا هذا الطريق الذي اعترضونا قطاع الطرق مجرمين. كنت انا وابن عمي وزوجتي حاولنا ان نتخلص منهم، طبعا باشرونا باطلاق النار وقطعوا طريقنا واجبرونا على التوقف، وبعد الوقوف قام المقاطعين بتوجيه السلاح للصدر والراس واطلاق النار للارض والجو، من ثم فتح ابواب السياره واخذوا كل شيء منا. نعم. الجوالات طبعا، فلوس وهدايا واشياء اخرى. بعدها هذا المجرمون بالفرار. بلغنا طبعا النقاط العسكريه القريبه، افادوا لنا هنا الاهم يعني ان المتقطعين هذا قد تم القبض عليهم مرتين، يعني من المنطقه العسكريه الاولى اعتقد. نعم. وتم الافراج عنهم بضمان مشاهد في هذه المناطق، يعني اعتقد مناطق الجوف ومناطق أنا وجهت سؤالي للسلطات الأمنية في مارب في كذا، يعني أفيدونا بالموضوع هذا. أيوة. فقالوا تم القبض عليهم لكن تم الإفراج عنهم من المنطقة الأولى، المنطقة العسكرية الأولى. فأنا أتمنى من السلطات الأمنية التي يعني هذا الموضوع أنها يعني بحسب يعني إحنا لما وجهنا لهم يعني لما تابعناهم بالموضوع قالوا لنا بالحرف الواحد نحن سنقبض عليهم خلال يومين او ثلاث ايام، اعطونا اسماء واعطونا يعني اسماءهم واسماء الضامين وكل شيء. فنحن لازلنا منتظرين ان يخلصوا المسافرين والمغتربين من قطاع الطرق. ابو الحسام، متى حدث كل هذا؟ من متى حدث كل هذا؟ كم مضى على الحادثة؟ ثلاثة أيام، يعني صباح يوم الأحد قريب. نعم. في منطقة ما بين الوديعة والعبد. وهل هنالك أي نتائج وصلتكم حول الموضوع؟ احنا لحد الآن وصلنا أثناء المتقطعين طبعاً. طبعا يمكن تراجعوا المنطقة الأولى، يعني وزارة الدفاع المنطقة العسكرية الأولى، هم يعرفوا كل الموضوع، عارفين من هم المتقطعين. إدارة البحث في مأرب عارفين من هم المتقطعين. يعني إذا تستطيعوا أن يعني تواصلوا مع وزارة الدفاع، مع وزير الدفاع نفسه عارف الموضوع. يعني المتقطعين ما همش مجهولين، معروفين من قبائل. أيوه، يعني في مشايخ وراهم أو هذا اللي وصلنا يعني. أبو الحسام أحمد الجابري، أشكرك لمشاركتنا في هذه الحلقة ونتمنى أن تعود إليك مسروقاتك. مشاركة أخرى من طلال البرجوش من السعودية، مرحبا بك طلال. أنا ملي أسبوع عشان يعني كان يبغى يرحل. طلال هل تسمعني؟ لا عليك شيء. طلال هل تتحدث معي؟ أيوه. أهلا بك طلال، تفضل، هل لديك أي قصة حول محور هذه الحلقة، الطرقات والصعوبات التي تواجهها المسافرين، خاصة بما أنك تعيش في السعودية، طريق العبر والمشاكل التي يتعرض لها المسافرون عبر هذا الطريق؟
طلال هل تسمعني؟ السلام يبدو أننا نواجه مشكلة مع الاتصال مع طلال. إذن نذهب الآن مشاهدينا الكرام لاستطلاع الآراء التي وصلت حول هذا الموضوع على صفحة الفيسبوك، ونستعرض بعض التعليقات التي أتت من جمهور البرنامج. أسامة الفهيدي يقول: إذا نجا المسافر من الحفر المتواجدة على طريق العبر لا ينجو من المتقطعين على ذات الخط نفسه على مرأى ومسمع من الحكومة والسلطة المحلية في مأرب. أما الحكومة همها الوحيد أن تعيش خارج البلاد وأسرها، ووزراء وجدوا من أجل أنفسهم فقط، لا يهمهم هذا الشعب لو يموت. هنالك دعم ما غير عادي على خط العبر، خاصة لا نعلم لماذا. وائل الجعدي قال: هم مشغولين بحاجات ثانية مش فاضيين للطريق، وإيش فيها لو هي مخرب؟ يعني الناس مش متعودة على الخراب. إذن كان هذا تعليق وائل. تعليق آخر لبكار القادري قال: قبل إصلاح الطرق يجب تأمين الحماية من المتقطعين، الحفر معظمها مستحدثة بفعل فاعل. إذن بكار يتحدث أن الحفر مستحدثة من قبل المتقطعين. هذا كان آخر تعليق. إذن بهذا التعليق نختم هذه الحلقة. قبل أن نختم أريد أن أشير إلى ملاحظة قالها أحد المواطنين في تعز، عندما أشار إلى أنه من المعيب جدا أن يواجه المواطنين هذا الكم من المشاكل في الطرقات، ورئيس الحكومة كان وزير الأشغال السابق، وما زالت الوزراء غير مشغولة بوزير حتى الآن. مشاهدينا الكرام، نشكركم على متابعة هذه الحلقة، وهو الشكر موصول من معد البرنامج عمر النهمي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة. إلى اللقاء.